بالنسبة للمفقود أيضا نجعل له مسألة على اعتراض أنه إيش حي، ومسألة على افتراض أنه ميت. فإذا كان الوارث الورثة يطالبون، إذا كان الوارث يختلف إرثه بين المسألتين نعطيه الأقل، نعمل بالإيش هنا، نعمل بالأحوط، نعمل بالأحوط. وإذا كان لا يختلف إرثه هنا هو إرثه هنا فنعطيه إيش إرثه كامل، وإذا كان يرث مسألة دون مسألة فنوقفه حتى يتبين حال المفقود.